استراحة وتغنصرنا في محاولة معرفة العالم. قررت في هذه اللحظة أنه أسمع الكتب ديال الدكتور طه عبد الرحمن ألا أقرأ أي كتاب بالعربية وسأنفتح على ما يكتبه اليوم الأمريكيون والسوريون فيما يخص ما يتفاعل في العالم. وصدقا ثلاث سنوات مرتبي بالسجن غيرتني بشكل كبير وجعلتني نظرتي للعالم تتغير بشكل جدي. مع انه ملي كنبدا نقرا شي كتاب كنقرا جوج ثلاثه الكتب مره واحده، واحد في الصباح واحد في العشيه واحد في الليل. وصادف ان في الاشهر الاخيره من السجن كان عندي كتاب الكتب، اعتقد انها كانت كتاب لو كومونسمون دامون ديال جون كلود بيبوت، الكتاب لو تريونف دو لا كيبيديتي ديال ستيفليس ديال نوبل في الاقتصاد، وكتاب كان قديم هذا اكتوبر اللي صدروا في 2010 و2011، وكتاب كان قديم نسبيا اللي هو كتاب ريجينسكي لو كرون ايشيكي. لو كرون ايشيكي خلاني نفهم نظرات الولايات المتحده الامريكيه او التغيرات اللي حدثت في السياسه الخارجيه الامريكيه من بعد كيسنجر، باعتبار ان بريجينسكي كان احد المستشارين في الامن القومي لاحد الرؤساء الامريكيين. كتاب بريجينسكي خلاني نقف على هول الازمه الاقتصادية النيوليبرالية والمأزقة اللي فيها الأزمة، والكتاب ديال كومونسمون دو موند هذا في الواقع اللي قلب كثير من الأمور داخلي وتفاعلت معاه بشكل كبير، خلاني نفهم بعض التحولات اللي جارية فينا وحولنا نتيجة التطور لها في العالم، التطور التكنولوجي. واقتنعت على أن في الحقيقة تجاوز العالم مرحلة الحضارة التجريبية وانتقل الحضارات السمعية البصرية وحضارة الصوت والصورة والتأثير الما وراء بحدوثه. وصلت لقناعة أخرى أن العالم معقد جدا واحنا في صبح التقليد، وزدنا يعني وضعنا زاد صعوبة لأننا وضعنا أنفسنا في صلب نظام نيوليبرالي يحزن. واقتنعت على أننا وأنا باقي داخل السجن على أنه صعب جدا على أي فريق في هذه البلاد أن يحل مشاكل المغرب الآنية والمستقبلية، المشاكل اللي استعصت لمدة 50 سنة وللأسف الشديد حتى مجهودات الإعمال المغرب مع مجيء ولادة الملك محمد السادس وطرح مجموعة من المبادرات كلها صادفت واحد الأزمة اقتصادية عالمية اللي ما زالت مستمرة وأفقها لا يلوح بشكل واضح إلى يومنا هذا. من اللي خرج لقد ذاك النقاش ملكية دستورية ملكية الى اخره، وصدقا لم اجد نفسي في هذا النقاش لان كنت اعتقد ان المشاكل هي اكبر من النقاش، وكتبت مقالا ولله خليج المروزه تذكروا تحت عنوان تعالوا بنا نفكر المغرب بطريقه اخرى. هذا كتبته في 2012 ولا تطرحت فيه تقريبا جمله من الامور اللي السي عمار طرحها واللي طرحوها الاخوه الان في هذه المرحله، لان اعتقد ان صياغه مستقبل المغرب لا يمكن ان تكون الا صياغه جماعيه. هذا ما كيعنيش اننا نتماهى مع خياراتنا، ولكن نحن في حاجه الى مشروع شرعي وطني نقدروا نختلفوا على طريقه تفعيله، ولكن نتضامن ونتعاون فيما نتفق عليه
ثم يكون بعضنا من أجل الآخر تنعكس عليه أعماله إخفاقات ونجاحاته بحال ما إذا اختلفنا في بعض المقارنات. إذا نقاشي مع السي مدام السي العمار طحن وتقينا أنا فاجئني بكل صدق، فاجئني ذاك السبونطانيتي ديال التفاعل مع النقاش اللي داز اليوم اللي كما قال أنا غنكتب المقال وغنصيفطو لك تقرا تصحو إلى آخره. والهولة مفاجأة طبعا، بقيت كنقول واش هذا هو الشخص البيرسونال ولا الصورة النمط اللي كنتحدث عليه كيتحدثوا عليه البعض، فقلت سأختبره. سألتوه وكانش ما طعنتوش في شباط لأن الحالة دي الرفيقية هي حالتي، أنا ممنوع من مشاركة الانتخابات، إذن لأنه لم أمل العفو الشامل، إذن حتى رفيقي حتى هو خلص العفو، إذن ما قلت قد الانتخابات. فقال لي سياس شوف السمو تصيب أنا شباط غادي ما نتيغوش الموضوع المشكل الشكل، ولكن اللي كيهمني اكثر هو انه حنا ما بغيناش نحرموا رفيقي من حقوقه، حنا بغينا انت تاخذ حقوقك. لانه انا كنقول اذا حييتم بتحيتي فحيوا باحسن منها او ابطوها، والشيء من الشيء يذكر، لهذا كنذكر هذه الحادثه. كنعود للموضوع نقول على المهمة كنا أمامنا تحديات كبرى داخلية وخارجية، ولا أعتقد أن ما راقبنا في 50 سنة و 60 سنة إخفاقات، طبعا كانت منجزات ولكن ما كانش بحجم ما صار من إخفاقات، كنقول أن هذا نحن أمام وضع صعب. ما ندخلش في التفاصيل إخوة تكلموا على الجانب الاقتصادي السياسي الاجتماعي، ولكن نقول أنه يجب أن نهتم أيضا التحديات اللي كنعانيو منها خارجية. اليوم باقي موضوع الصحراء لم يحسن، باقي العداء الجزائري وحدة المغرب واضح. إذا رجعنا للهويات أقول صلبة منغلقة، فغياب الفكر ظهور رجوع الهويات المنغلقة الصلبة ثم ظهور الهويات الفرعية، كل واحد في منطقة من مناطق المغرب غير يعمل له هوية، وحتى إن تكون له هوية كتعمل له هوية فرعية. إذن بدأنا ننحاز نذهب إلى ما تذهب إليه الدولة ما قبلها أو المجتمعات ما قبلها الدولة، المجتمعات البدائية، المجتمعات القليلة، المتناحرة، المتقاتلة، المتصارعة، البعيدة عن غير واقعية. إذن المصالحة الثانية، المصالحة الثانية الرئيسية اليوم هي القضية على الهويات الصلبة المنغلقة والانفتاح الهويات المتعددة، بحيث أكون أنا مصطفى المعتصم بمرجعية إسلامية ومرجعية حداثية، وأحب فريق الرجاء البيضاوي وفريق ريال مدريد الإسباني والفريق الوطني المغربي والفريق البرازيلي، أحب الملحون المغربي الأندلسي، وأحب جون بايز، أحب الشايبي، أحب العقاد، وأحب كوستا كافراس. أعيش أنا أمازيغي في المناطق المغربية العربية، وعربي في المناطق المغربية كما طبعا أمازيغي. أنا مغربي في المغرب في العربي في المنطقة المغربية، وأنا مغاربي في المنطقة العربية، وأنا إفريقي في شمال إفريقيا في إفريقيا، وأنا في نفس الوقت عربي مسلم بالنسبة للمسلمين، وأنا في نفس الوقت مسلم بالنسبة للعالم، وأنا في نفس الوقت إنساني أتفاعل مع كل